أنا اللي جوبي أنا بورتي أو إذا حكمك رافان هذا من قدام الوقاتي حاس كيسة عروتي سدلة مجرى وحال اللي قلت المامي إن حاس كيسة عروتي سدلة سيدا أو جيت أو قف محاي اللي جوما عابي قف دلاء دم بيجينا أنا جيسن سيدا سر عفان الوقاتي وحان هالكوم ما دينا عدالة دلو دوض يال سود وادا محكمة رعفانكا إيه مقالة مقدشو ساكا وحالا كيني سيد علي وانيكي دلي حاس كيسة وحونا هادا كهر محكمة دي تنكهو الرئيسي قبل كبنادر اي كوحو كونتي تلتو غشاء مدد دير كدب وحبسك وكجري وحي قاتين رعفان بي قاتين دك اهل كيسة ساكنا مركلة وحالا كيني محكمة رعفانكا هذا وحان أركينا سيد علي أو لهر تاجن أنا وحاس كي جمد لينين لكن وين بتبادين أي أو إنا بتبادي أيان ربي على وش إلا أور كتم بضبك هاي جارو سامين يقول سمي نن حاس كي سر ربي إن عندنا معنا هين سدوا كلا قرن كيس أي وحاء وكل ده هيا سيد علي حاس كي سوج على إن أدلنا مو أن سر ربي أرنت أقوم أحد إن قف جعل طي إن عبتها لكن ودقيقة ير وحنا قابط وجدك هذا هو اسم بدلي يدل كوكو إيمان كراه أو إيمان كابو أو سن نقضي صاحبك أحمد أي إلجوغا أو سو إن دي إنديي أرن تاسنا وا حوية هدي سيد علي بانتا محكمة دا لطوهو والو أفيي أما أرن تي مركور لغو حكومي أي دب أغن نقطو وحي نقون كرتا عدالة درو لغو سميي دادك صوماليد يدو أن أغنى هاي إن سيد علي لبن نفوت أو قوي أو أدلي المي أوركو كجري أسو أورالي يحاس كيسا مركا إلهينا وحو جديي قف قفتلا إن لودلو مركي أحمدو سودو با على دوما سنتا وحادرتو سيدة داوداش إلا سودانا كل مستبراجة كفورتي نينكي سيد عليها إن ماان محكمة دا مركا الله ركيد رنتي ورد سيد علي وحالو حكومي ديل توغشو هذا وي وحينون سوغيني هدي عينون بهاي دايرت الصوماليات حكمنا آدو لسعوتي إن سيد علي تيرك اللقي هذا وي لكن ما أنتو حان أركينا ومحكمة دا قول بنادنا وكو أركينا كجي كلو عصو نينكي سيد علي ها جسمي هم وسكو بدلي وحون اللي هاي أنيقو حاس كيغا مدلي ولوغو ساقري خرين كاو ويدي محام إنا ديمانت على الصلاة وطولها وحو داي وحان رادينا يا عدالة وحان اللي حكومي ودا هاي منها نفس دي حنتي العدالة رادينا يا قالت أنا جي سنين بقى منها اللي حكومي ودا مركز سيد علي وحو الشاقي إن إساق أقوي ألاب دي سي قاعدة إن إيه قولي كدرتي سكا سوء أحاتبو سيد علي منها فعل إساق أسميي قاعدة عيدا منها مخدمات إله سبحانه وتعالى لكن دليه أساق لك موصاب سيد مركز سؤاش إن رضا زويدنا وحويان سيد علي مانتا هدين لفصحول ده دم مليهيد ووقل ده سكو هدين لنهدو بريم كيو سمين كرا نينك الشالي الميليسة يشتدو كالاقوي حاسكيس هدي اللي فصحه ده كان كل الدوين كل الدباع ده هدوه ده فصحه محو سمعي كراه ما أنتو حركة يسا ده قاد ترمب منه الدوذيو هذي هاد منا ده بقى خبرين ليه أنا مقالك عن دوه إنه بس محكمة ده بقى دليل ليه أو نيكا قبيل كتاير سن لكن نيكا ما أنتو وليه أنا قد دلامي برودي وان جعلا ويجريوتي أنا حتى دبعت يسوع قرتي طبعا يسوع قري حساتي واحد منا طبعا يفيرنيو مترتي جوات طبعا عادي دمشق هذي أنا هو دلوا تمامي. أوكي هيك أحمد ماشى عن كوير نقطة مركب عن وضع طابنا سيد علي وحوليها أنا وما ندلين لول وحاس كيسهي كو هرتا مركو أوريس وحوم محكمة كهر شيء تنتي كهريس إن أصو ويري ألعب تيدا وانجوبي guri geeyana nin aniga facay oo kala masixan karo waxayna tiri buuyeen nin oday oo lacag leh oo bisha $500 isiin hayaan guursan haya ee meesha iska gabax ilmaha ila kuriyo ee aduu kaco iska tag ee inkastoo aday ilaahay uu naxariisay arintan aynsa suura aynsa wax haboon aynahay inay ku dhaado gabadhi ilaahay uu naxariiste sayid ali arinta maadaama uu ka xanaaqo ficil ka qaaday wuxuu sheegay in uu tagay patrol uu soo gatay guriga uu imaaday oo ku dhahay luulay guriga iska soo bax fadhiga iyo meesha lagu jiray waan gubi hayaa waasiga waasoo asaga qirtay sumantaas asaga qirtay ee kadib waxaan tagay buu yiri qolki ee qol alaab ku jirto kala yar baan dab ku soo shiday hadana keedi baan soo galay keedi baan hadana na idwi ka bax way ka baxday kiiban soo shiday anoo ki ku jira yaan maqlay ki kala qayla ka yeedis imagine isku keen adiga qof fayow maskaxdiisa qaba dareen leh meel ee dab lagu shiday oo ololaysay intuu galo oo gabadha fayow beegeli qof weyn oo ololaysay oo ka kacay ee taas
لكن عدين وحوي مجره لكن أمد الصومال أقلق الصليب كامركا سوكاني أيادو قولك جيفتو أتري قولك كوكو قولك سود بي سيدا كبات أيار يرستا يدو أيضا شاي قرت وحي تدي هو يدو قولك جيفتا أنا سيحن جري أو ألابتو جري هو يدو جيفتا يو غالي كي بو دبك سو غري كي سا سو قلتو كورنا الباب وكا سو نفتحتا كولي وكا سعر لايد كدبو نقضي أو كي فتلقا هاي أسو ألابتو أوليغا سرتي تري جيفكي كدبو هدنان دب يو سو قبت سيي سو ما هين واسيدا أرهن تماشي مالي المحكمة دهورا لغا قرأ مركز سيد علي أساقا حدا وحو ربا إن او اسكوبت باديو إن أساقا لحاس كي سا أدبختيسي دبكا كاك عيون واسو دامج كاد خورتا فعل كيا اسكالها دبكا قبادن اي كوكو بتيا اسكالها ماركو هورا موسى أموسى الشيقي إنو قبادا وقوري وقوب هاي مرادا هورتا واحكا ستو ها ها توك وجرو سؤال شورت ماشي في جزوح ويان محكمة دانا قوان كان انها دلك توكشي لو حكم سيد علي حكمي دا سيد علي ماركو فعل كيستا هورتا قفك قبتي وإلما أسوأ طلع على شو كنت جري يصير ذاك الحاس كو قبل دوين سكان روح وها أبها جوري نيك جوري مسؤول كاي وها هدي إنت كيس كان وصل جي سنين سيد عالم إنها أسوأ جوري جام إنها ليدر هاي وأبا هاي محو إنتو على القلب كو وسؤال سيدين مذا كو وعربي وكيل هذيني لشكو قبصي عرفت قبيل نقطي ليدر هذي حتى تليها قبل كبنادير مع المهدي أيافس عاكل لهاي دوين أو الدمبين سقبس النار حتى مدحينه عرفت الإيجارتي أيام نين كنارت الوسو قبته هلا سو قبته إن ما أنت مركل محكمة الوسو عليو سيد علي سيد الشل وأهل سيك بدل وها الله وهم أران كرا إن تهاي سيد علي عرفت ما قرش الله جدا بيو لنا دون إن لول عبد عز الله ونحرست والدين تيد إيقاتان مكتا كده الناس سيد علي وساكو دادو اللي يرهدون معناها رحفان محكمة مركي إيست مركلة وحينو أغاني إن ويل كني واحد اللي قوصة لحال واسلا معناها عن أني وتو مايو حامل أني أفرب أنا سمالين إن أرنت عيدا إلي مدين في قرهان تيجا مركا نينك أساقا ديل كو جيستي هدي لدوني إنه عدالة المرسينيك أساقا وعدالة اللي هو ريجينيو وماشي لي ومعناها أود مانتا وهي جعانتا كجرتا الى سبحانه وتعالى كسكن محكمه الجول كبنادر سيده اوت ليس اي خصو بحياه محكمه درعفان محكمه درعفان حاجات اورت سيد علي سان ابن هيبه وحد لو دفاع هيا ددك اهلكي سامالك وي هادله ابي اديركي رغي اديرديها مالك وي هادله وحين دهن محكمه دان وحان كا قادنا رعفان وحنا سمينا باي دهن ان ان محكمه كلي كسرايس ان اد تيبي مانتا ادي وحين اسكوده نينكا دنبيلها إن أي بدبديان أو أيه وأي بدبديان إيه وحين كبرهن إلهي تيس بكبرهن إيه حديث بوحوها نفته والنفس بالنفس سماهن نفتي نفتي شيء إلا دلو إيوه يوقف كي تارك الصلاة أو الجماعة الدين الإسلام كأسكاب بحاي إيوه بحاكو يأثي بقربك إزني إزنيسي دين تصدح حاسية بنايس إلا دلو نفتي نفتي شيء قرب أضرب مهر حلال سورتي أو مع سيستي إيه أديقة أو وحويان دتك مسلم كانت كتكتي قالوا ده أقوله ده أنيق مسلم كا مرحبوا قالوا عن أذكر مسلم الدين تكبح صدق هذا هو اللي دله هي مركا حديث كاس يكوس يكوس آيات قرآن آيات قرآن ما في عندي أوقفكوا إني آيات قصصك شجعني سورة المائدة كجرتي مركا سيد على هرت حق حولي إن ما تل دله أقول تكت لكن هدي ما أنت قبل أول الله شكته أقول بتباديه وأنا ريه بلا قال عن رسول إذن كان الله جابتين قبل هرت عندك على ثمن تغنى شغال بكر على طيب شخال وحوي ويرتهي ولي مقالات مقدسه يكون يرتهي ها والله يا ريار لكن سهدي لا دوه انا ما تكابدن ريه بله قلت ري ادرك من كفترني يعني ما تقول هبل قد بيقول قدش وانا ما كشلي ديدي مقالات مقدسه ماشي اي كو جيرين ادبدمسكا دولته ايلات اني كبخان اي قريها سو قاطي حسن شيخ با اول لو غودي انو سك بخين كرين تلي بوليس كو سريسلو با لو غودي وين عبسدين هذا هو عبسدين وو ولا جب الحين وين ماشي واحد يعني أبيه نينك جودين يوصل ده قال الله يسقاه يسته ماشي ده كلام مجالد بقولش حافظ الله بضم بدل جب يجا كهر والله قصار من الدولة دايرة وحاله ماشي ده كله ده جا هي دولة ده إسكال يا كبح أود بشكتين أود هذا ميليتري حوج شكتين مرك واحد من ده الصومالي هم يقدر بحوكوا هاي ستة مركات في رسبة وايو قفك قفت لأن هدي أي ديدان إلا حكومة ماشي الدولة ده هذا وركب حبنا ملك البلد ده هذا اللي ده كله ده جين أي ديدان مركو حاسدي كرتا امر كو تاغلاي تي قبيلكا 1994 كي دعدي ولي هدا وي تاغنت مركا سيد علي وحان لينا هي هدي اي جفتو عدالت او دولدو اود لا دولدو ايادو اود ديدك
ما أنت بحكي عليك هلا مجرو حسن شغ محمود هذا أنت محكمة ده حكومة قال إنك كنت تبتر له بريتير كلا جينا عشان برا الغور فني وحيس ما يكرهنا مجرو وحا ركه الرجال اللي تبت سنة قال أو ما تقرن السيرة عباس رجل وسيرة نين رجل وسنة قال لا دمعين اللي بتبادي والله هل بتستاهل فرتا محكمة الجور كبنادر هكر بقول لها ويجي منها بد دلت مش حكومة لم توجد حد يقصد له ده dadkii gween ee ninka aad ka hor magaalada muqdisho beesh diray ka soo jooday lagu dhaxay magaalada inta macnaha wiil igaar Soomaali xirir sameysteen isagoo ninka midtoko lagu riday oo loo gubi jiray axmed dowlo ayaa hadda waxa la sheegay in madaxweynaha uu saxay laba wiil oo walaal ah isoo kala gabar asliira oo tii ka dib gabadha hadda in jid qaxootiga macnaha inta badan tiktok isticmaashay wiil jeneralku u qabo hooyadeed baan dil rabaa marka maxkamadda gool banaadir weligeed maba cimbo qof intay dibta ku xukuntay la diri kulwa sid cala rafa balaqata ina in ina xabs lagu hayo oo ay ku jiraan hadda tusaale axmed dowlad dadka gween maxkamadda gool banaadir waxay sheegtay in dibta la xukumo lix sano ka soo reegtay ilaa hadda lama hayo had ma hor arkay in soo isbunsil lahay dib loo toogan doona laakiin see waxa filay in saxo ka jirin laakiin waxa for sure ah sida cali ina waxa ka horeenayo haddii dad in sida cali ina u bedbado horta maanta arin bajita ina barnaamij kina ku dafarwaan ilowne horta ninki qareenka ahay u dooday sid cali wuxuu la imaaday 17 qodob oo ku saabsan kiiska ina lulu cabdi aziz dilkeedii waxaa la sheegay oo dadka siyaasadda ina aad ku farqi ay sheegayna ku xilal barnaamijsada ah in hadii qodobada ay hadii maxkamadda goolka banaadir soo hordhigo sid cali xitaa hadii ina dawladdu ku adkaysato mis maxkamadda goolka banaadir ku adkays in la dilo in ina xabs lagu haynaayo 3 sano fasaxo haye qodobadaas ina ma akhrida ya qodobada ma akhrida maxkamadda hal arimo kala socda oo aan fiiriyo inta badan maanta ina sida live bad maxkamadda ay aad ku jirtaan ina qaybaha dan barnaamijka ku soo qaadan doona horta sid cali qofku xaal lama kala tooganayo sharci ahaan qofku ku qalad sameeyo tooganayo nafna macnaha la doonayo in dii lagu argudo xisbiga oo lagu khasaas qasaas ninkii lama doonayo waxaa jirta qofka waa in qof arkayo marqaati afar qof oo marqaati oo meesha taagnid oo dhahayaan markuu gubayay gabadha ayada anaga arkayna ilaa hadalta lama hayo waa in la keeno macnaha in sida cali uu watay macnaha caal ku jiro xaalii jiray nafta ku jirto inuu watay isagaa qirtay isaga qirtay inta dadka marqaati sareen oo guriga la galay meel arkay laakiin markuu gubay in xitaa qof kale uu gubay cid ugu malaha maya asaga si toos wuxuu u qirtay in uu xaaskiisa intay ismurmeen ba markii hore uu shidaal doonay guriga ugu bahay isaga muu qirtay markii dambe uu qirtay uu qirtay aad u qirtay anaa gumu dhintay guriga gudaha aad u gunaa ala de waxas waa mar nabaabin alaabta waxa dadku guriga mas'uul baad ka hayd ciyaalkan iyo hooyada ala mas'uul ka dhex jooga dad soo kumuusa jirin guriga oo lama deganayn guriga dhan muunsa fahansanin miya in dad ku jiraan dad gaay guriga dhan baaba gubtay ba carruurta xitaa way guban gaadhay asaga markii dambe laftiisa uu ilaahay wax soo jijiido ku yarka oo banaanka kan ka taawta waa macna waxa ka mid ah qodobada ninka maanta ku doodaa tan xigtana waxa jirto corruption sida cali shalay dibto kshal wax xukumaye xitaa afaanka sida cali markuu qaatay labaad markii uu taariikh 9 bisha dan kusoo gudbi 9 markay mareysay ma bisha dan kusoo jira 9keedi ayaa waxa ka dhamaay sida cali rafaanka maalinta soonku uu maray 29 la rafaanka bina waqti lagu talagalay muddadii uu rafaanku qaadan lahaa way dhaaftay haye haddii rafaanka yoni ka dhacay kadib bina uu rafaan u qaatay فاهم يا عفان كم عندنا وقت لو تفكر الموسم القادم مركز طبعا تكذب انت حلو ذي كوربشن للسماني انك لو بدايه بالدوري يوم ما انت حالك انت انت مركز حوار مع حوار النفط ده مركز حق ديل او اي نايو مركز حق لو حق روح بدنا لايد ان ما دام انك عفان وقت ما ذي وقت لو تفكر ابن اي سليمانين ان هذا ابن اكسترا لو درو كل انا هانتي وحق مره اني ارد اي ادفع اوكي هذا وحن كجرنا قبقبدي برنامج كينا اسوق قبقبينا ee hadii sayid cali ay dhacdo in maanta maxkamada ay ku dhawaaqdo in dib loo dhigay ama hadii kale dilkiisi ee maxaan ku dhahay sayid cali ayba fas ay fasaxdo ama dib ay loo dhigo oo xukun dooda marka la dhawaa lagu soo xulinaya oo xukunkii tii hore aan saraacin waxaan sleenahay anigu kulli fikrad ahantay waxa dhici kara horta dilku uu sii badanayo waayo qofka uu dambiile iyo dadka uu iska laayo waxa cadaanisa inuu qofba qofka uu rabo cadhow iska dilo una dhahay ama dhiig ba laga bixina waa lagu deynayaa u dhaho marka adigu seed u aragtaa in maanta ninka la fasaxo oo maxkamadda ay ama dib u dhigto ama ayba racfaankan ay fasaxdo ninkan alaa horta waa su'aal wanaagsan horta waxa jirta wax weeyaan sida cali intuu geysay dilka
مجالات المقدشو وحكي لنا قطع تصبح الفرق هاي أفضل لغة فرق وحنا قلنا هاي دل فرق بدن وارجح بدن مجالات المقدشو انه انا عكس ورينا هذا وين صالة انتو بنا كيس كسيد علي كيستي واحد درتي جبر نيك عيد كدش واحد درتي معلن براءها دي جد ما دل لا تربية ذا إن ويل كحصاب بريوك معنا أودي ومعنا تقول أجري هذا وين وحلاص أنا جبر أنا أنت ويل جورسي الماء ده شيل السكر ونك الله الشيء أما الجود إني أقعد نجع إن هاي ذي اللي هو إني أبيه كلام مجال بس هذا إلا هذا الفرلو معه عندي كم عالك دي إلا هذا الفرلو معه مارك كيسس كن آذ أصبح مع الشلي وحنا قدره ما لنا الشلي بوحد عادي هو يلا بب حافظ لرده كحد لرده هو يلا بب الموضوع أي شيء يلا بدي بقول هذا لكن حنوم كده بكتير حنوم مسك مرنا حلو ليه وين في يوم مصير بعدين ماي أنا وصلت يوسف قارتي أنا كده وده تلفزيون قرن قبل برنامج اسمه عند الشباب له وحال إيش يعني إن ورئيس دتك أنت بدل لوريسني جوب جاش محيش يعني إن محمد أنا حنو سنة حتى هذا الكار المال يمر جوبتي حد نم إنها مسكة هذا إيش إن المال اللي لنجري هذاك إسكو صور الضوضة دل كان هدي له يلي وياه وضد تاس أو ضد كلوك الجدي ضد كسر اسمه لنا يعني ضد كسر لنا يعني families قانوني كلا شكلنا يعني ماشي نيجي جواد إسقاط إسقاط حجرين وحد عز عنك استوى له جوز كده عليه مركز سايس وقعد إم أو ضد كي إم وكلا شكلين أنا على كلا شكلة بس أنت لك شكلها هذا وين بحكمة الجول كبنادر جوادا مرحومة الله ونحرست عدالة بوبان تاي كون يري جوان عدالة بوبانين أباها ده هذا ماشي جوية بناء عدل عدالة بوبان هاي dadk soomaali cadaalad baahiyine maanta cadaaladu iniga ayaa gacanta ku heesan sidaan aan noo talisa wax u dhacaya hadaa xunaysan ilaahay muujinaa dad xalaysan aan gud kuna garanaysan hadak dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeyna falanqaynta barnaamijkeenu aan kaga hadlaynay lool sheekh abdi xasiis iyo ninki dilay oo maanta maxkamadda raxfaan ka taagan welina wax wara aan ka hayn inkastoo si hor dhaca aan warka u sii galay qaybo kamid oo yar yar aan soo qaadanay مركو حالنا دولة المقالك نشر قرية كم تيجا ده لنا عخوص وتقول سقول كرتها فكر كذا بل سيادو أركتها لول عبد عزيز نيمكن دلي إلى ره محقول السيد علي إن لف الصحق يا إن لتوكتو فكر كنا وصلنا وصغره